بالحلقة الجاية. ليش أنا هون؟ وهيداك الكلب هو اللي مترو قاعدين برا، ليش؟ يعني بدك ياني لاقي طريقة وصل للسجن وحقق مع جمال. لا بدنا نلاقي طريقة ننقل فيها المصاري قبل ما تسافر. شو رأيك بيسرى؟ نحن بنركض ورا الحقيقة لحتى نحفر، وآخر شي بتندفن بملفات القضاء. الله يرضى عليك شيليلي هالموضوع من راسي. بس بدك تنتبهي على صيتك، سنات العالم ما بترحم. الله يرحم طويل على هالبلد يا زبالة. كواليس المدينة من الأربعاء للسبت بعد الأخبار على الجديد